محطة بسعة 10500 وتنتج ماء محلى وماء معالج 7800 لتر مكعب يوميا. توجه هذه المحطة نحو أحياء لاسيليس وإيفري أيجارا بنظام توزيع كما سبق وذكر من 5 صباحا إلى 11 ليلا. هنا على مستوى وحدة الجزائرية للمياه هناك دراسة تقوم بالفحص وتشخيص حالة شبكة توزيع المياه بولاية واردلا بأكملها. دراسة تشخيصية لشبكة المياه الصالحة للشرب، وين على ضوئها تم إنجاز وإعادة الاعتبار لما يفوق 50 كيلومتر من الشبكة بمختلف الأقطار. هذه يعني سمحت لنا بهذه من جهة، ومن جهة أخرى تم إنجاز يعني 9 آبار لتدعيم هذه المحطات ووضعها في الخدمة بصفة يعني بصفة دائمة ومنتظمة.